قال ويسنان للمنفرد وفي السفر، يعني يستحب للمنفرد أن يؤذن. لو واحد فاتته الصلاة مثلا ويريد أن يصلي وحده، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ قال يستحب أن يؤذن، لكنه لا يجب عليه أن يؤذن، يستحب له أن يؤذن. طيب المسافر، قال يستحب له أن يؤذن، لأن الأذان نداء إلى الصلاة، إعلام بدخول الوقت، هذا ما يدخل فيه المسافر، لا ينادي أحدا إلى الصلاة ولا يخبر بدخول الوقت، ففرقوا بين هذا وهذا. فعلى المذهب إذن إنما يجب الأذان والإقامة في الحضر للرجال الأحرار. طيب